من بون الألمانية السيد جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات. إذا مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إلى أي حد سيد جاسم يمكن القول أن مثل هذه السلوكيات تسميم الطعام والمشروبات لإيقاع أكبر عدد من الضحايا بين صفوف المدنيين الأوروبيين يمكن أن تشير إلى تخبط أفراد التنظيم في الآونة الأخيرة، خاصة بعد خسائر تنظيم داعش في العراق وفي سوريا؟ نعم، بالتأكيد التنظيم هو شهد انهيار في معاقله، وبدأ الآن يراهن على تنفيذ هذا النوع من العمليات في خارج معاقله، خاصة في أوروبا. فأتفق مع حضرتك أن هذا التنظيم هو انتهى تنظيميا، وهنالك عملية تفكيك إلى هذا التنظيم. هذه العمليات التي يقوم بها هي يعني محاولة لإثبات وجوده، وكذلك هو محاولة أيضا لاستنزاف أو إشغال يعني دول أوروبا. يذكر بأن هذه العمليات هو تضرب بتداعياتها العكسية على الجاليات المسلمة وعلى أسواق مثل التي تقوم باستيراد الخضار، أغلبهم من الجماعات من الأتراك ومن المسلمين في أوروبا. هذا يعني بأن أسواق المسلمين والعرب والجاليات سوف تتضرر أكثر، أما الأسواق يعني ذات منشأ أوروبي فبالتأكيد هنالك معايير ورقابة وسيطرة. فإذا هذا التنظيم يقوم أيضا على إيجاد فجوة ومشاكل يعني ويعني عدد من الخلافات ما بين يعني المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الإسلامية. نعم سيد جاسم، بعد هذا الإعلان اليوم، ما حجم التحديات الأمنية التي ستواجه الحكومات في الدول الأوروبية لمنع حدوث هذه التهديدات على الأرض، خاصة بعد إصدار التنظيم الأخير تعميمه ادهسوا واقتلوا وسمموا؟ بالنسبة إلى أوروبا، هي تواجه تحدي كبير في يعني إيقاف عمليات على غرار الذئاب المنفردة، العمليات التي كشفت في إسبانيا وكذلك في فرنسا. كان هنالك شبكات مترابطة داخل أوروبا على بالتوازي مع عمليات الذئاب المنفردة. أوروبا اعترفت بأن هذا النوع من العمليات، أقصد الذئاب المنفردة، تبقى تحدي، ولذلك هي تستعد من خلال مراقبة الحدود الداخلية الخارجية، فرض إجراءات تقليدية يعني إجراءات أمنية تقليدية. إضافة إلى ذلك أنه بدأت أوروبا أيضا تتجه إلى فرض رقابة أكثر حول وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل المشفرة. فإذا أوروبا هي تشعر بأنها هي أمام تحدي كبير، وأن مثل هذا النوع من العمليات بصراحة يبقى هو قائم، لكن في تقديري أن هذه العمليات هي محدودة، لكن ممكن أن يحصل التنظيم من خلالها على الاستقطاب الإعلامي أكثر. نعم، تستدعي تعاون دولي أمني برأيك؟ بالتأكيد أولوية دول أوروبا أنه تقوم على أساس تعزيز هذا التعاون، وتقوم المفوضية الأوروبية بجهد كبير من خلال منصات افتراضية لتبادل المعلومات وآلية تسريع هذه المعلومات. ما عدا ذلك، هنالك جهود داخل كل دولة لتسريع أيضا تبادل المعلومات، سواء كان في سجل الجنائي أو في سجل الجماعات المتطرفة. بالنسبة إلى التعاون الأمني والاستخباراتي يحتل الأولوية، وأجد أنه اليوروبول، خاصة اليوروبول ومركز مكافحة الإرهاب الأوروبي في داخل اليوروبول، يقوم في هذه المهمة بشكل أوسع. نعم سيد جاسم، كيف استقبل الناس في أوروبا هذا التهديد مثلا في مكان إقامتكم في ألمانيا؟ ردود أفعال الجاليات يعني تثير الكثير من السخرية في هذا التنظيم، كون أن هذه يعني هذا التنظيم هو مثل ما ذكرت أنه يضر بالجاليات. ونجد أنه كل ما تكون هنالك عمليات إرهابية يعني من جماعة يعني التنظيمات المتطرفة الإسلاموية، نلاحظ أن هنالك مواقف للأسف تتخذها الحكومة وتنشط اليمين المتطرف. فإذا مثل هذه العمليات أو هذه تكون ردود أفعال يعني الشارع الألباني يستقبلها بالسخرية، وخاصة الجاليات المسلمة ترفض هذا النوع، لأنها هي موجودة في هذه المجتمعات وهي ترفض التطرف
وتؤمن بالتعايش والتكامل الاجتماعي في أوروبا. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا عبر سكايب من بون الألمانية السيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.